يعني ايه ليزر؟ ليزر ده اختصار كلمة انجليزي مكونة من 4 أو 5 حروف. هو ببساطة كده الليزر هو ضوء ولكن مركز في القوة وفي الزمن، بيبقى فوكست او مركز في المكان اللي احنا عايزين نحط الليزر عليه. الليزر الحقيقة ليه استخدامات كتيرة، ابتدى طبعا في الصناعة، وبعدين ابتدى في مثلا في الشيبس بتاعت الكمبيوتر، وبعدين ابتدى يخش لين. الليزر الحقيقة ليه أنواع كتيرة حسب الطول الموجي للليزر. زي ما اتفقنا ان الضوء ليه أطوال موجية مختلفة وبتدي استخدامات مختلفة، وبالتالي احنا في العينين عندنا استخدامات كتيرة جدا، منها ليزر في أجهزة التشخيصية، ان احنا بندخل الضوء اللي هو الليزر بطول موجي معين، وبعدين بيبقى منعكس من طبقات العين المختلفة، ونقدر ناخد صورة واضحة جدا لتشريحية للقرنية وعدسة العين والشبكية او فيلم العين. ده بالنسبة للحاجات التشخيصية. بالنسبة للحاجات العلاجية، الليزر الحقيقة عندنا أنواع مختلفة كتير. بنبتدي الليزر من أول الجفن لحد الأجزاء العميقة من العين اللي هي قاع العين أو الشبكية. ففي ليزرز بنستخدمها في الجفون مثلا، أو في إزالة شعر الرموش اللي هي بتبقى يعني منحرفة أو بتحك في سطح العين. ممكن نستخدمه في إزالة بعض الوحمات أو بعض الترسبات في جفون العين. لما نخش جوه شويه، طبعا احنا عندنا العين زي كاميرا فيها عدسات وفيها فيلم برؤيه العين. فالكاميرا العدسه الخارجيه اللي هي الجزء الشفاف اللي احنا بنشوفه كلنا، ده اسمه القرنيه. القرنيه الحقيقه في دي عباره عن عدسه محدبه، ربنا بيخلقها بطريقه معينه بحيث ان الضوء لما يجي على العين الكاميرا دي تفوكس الضوء او تركزه على فيلم العين راح يشوف كويس. ولكن ساعات بيبقى طول العين اكبر من الطبيعي او اقصر من الطبيعي، او تحدب العدسه دي اكتر من الطبيعي او اقل من الطبيعي، وابتدي يحصل حاجه، نحتاج بقى ايه، نظاره تساعدنا او عدسه خارجيه تساعدنا في تركيز الصوره عشان الواحد يشوف بوضوح. الحقيقه لاصلاح بقى اخطاء انكسار الضوء او النظارات يعني عامه، بنعمل فحوصات معينه، وبعد الفحوصات دي نبتدي نشوف هنقدر نصلح قصر النظر او طول النظر او الاستجماتيزم او اللابؤريه ازاي. في انواع كتيره من هذه العمليات اللي هي الناس معترفه او بتسمعها كتير، اللي هي كلمه ليزك. وبرضه نرجع نقول ان ليزك دي هي اختصار كذا كلمه بنستخدم فيها الليزر لاعاده خرط او تشكيل سطح العين في مكانها، تمام. فاحنا بنستخدم نوع اسمه الاكزمر ليزر. الاكزمر ليزر ده بيعيد تشكيل سطح العين، سواء بقى ليزر سطحي، التكنيكس المختلفه بتاعت الاجراء الجراحه ليزر سطحي، او بنعمل الليزر بنوجهه للطبقات العميقه، بس بعد ما بنرفع زي ضرفه كده من الطبقات السطحيه ونرجعها تاني بعد العمليه، والليزر يخش للطبقات العميقه ويعيد تشكيل سطح العين اللي احنا عايزينه، سواء طول نظر او قصر نظر او استجماتيزم. ففي اسماء كثيره لعمليه الليزر، يا اما ليزر سطحي او بي ار كي او الليزك، والليزك ده ليه كذا نوع. وفي حاجه جديده بنستخدم فيها الفيمتو سكند ليزر، اللي هو طبعا الدكتور زويل العالم بتاعنا المصري الشهير كان اول واحد يعني استخدم الفيمتو سكند ليزر. الفيمتو سكند ليزر ده احنا بنستخدمه مش بس في القرنيه، بنستخدمه كمان في عمليات المايه البيضاء. فخلينا نقول ان هو استخدامات الليزر على القرنيه هي لتصحيح الابصار، تمام، بانواع مختلفه من اسماء العمليات. نبتدي نخش جوه العين شويه. احنا اتفقنا ان العين زي كوره جواها سوائل. الكوره دي السوائل دي لازم عشان الواحد العين تشتغل كويس لازم يبقى ضغط العين طبيعي زي ما ربنا ايه خلقه. فالسوائل دي بتتكون وبعدين بتنصرف من زاويه العين بحيث يبقى زي بالظبط ايه حضرتك الحنفيه والبلاعه، فلازم يبقى في توازن ما بين تكوين السوائل وخروج السوائل او تصريفها. ولكن في بعض الناس اللي هو بقى بنتكلم دلوقتي على امراض المياه البيضاء، المياه الزرقاء متاسف، اللي هي او الجلوكوما، اللي هو ارتفاع ضغط العين اللي بيؤثر على العصب البصري ويؤثر على مجال الابصار. ساعات يسموها المياه الزرقاء او المياه البيضاء. فالليزر برضو بنستخدمه في ان احنا نقدر ان احنا نعمل كذا تقنية
مساعده دوره السوائل اللي احنا قلنا عليها وزياده تصريف السوائل. بالتالي احنا الليزر بنقدر نستخدمه كمان في امراض المياه الزرقاء بكذا تقنيه معينه حسب الحاجه او الحاله اللي موجوده قدامنا. احنا عندنا حاجه اسمها مياه زرقاء حاده، يعني ارتفاع حاد في ضغط العين، او مياه زرقاء غير حاده. دي بيبقى ليها تكنيك تاني، ان هو بنوسع بالليزر زاويه تصريف السوائل. وفي كذا نوع ليزر للموضوع ده. بعد كده حضرتك بنخش الجزء اللي بعد كده اللي هو عدسه العين. احنا اتفقنا العين كاميرا فيها عدسه خارجيه اللي هي القرنيه، وفي عدسه داخليه اللي هي اسمها العدسه البلوريه، لازم تبقى شفافه تماما. ولكن لاسباب مختلفه من التقدم في السن، بعض الادويه، بعض الاصابات، بعض الالتهابات الداخليه في العين او في الجسم، ممكن تؤدي الى عتامه في عدسه العين البلوريه دي اللي هي بنسميها المياه البيضاء. المياه البيضاء ما لهاش حل الحقيقه غير ان احنا بنغير العدسه المعتمه بعدسه صناعيه شفافه. زمان احنا كنا بنعمل عمليه جراحيه، بنطلع العدسه كده كلها ونزرع عدسه مكانها، وبعدين بقينا التقنيه دي بقت اتغيرت شويه، بقينا نعمل جرح صغير بدون غرز، وبنستخدم تقنيه الموجات الصوتيه لتفتيت هذه العدسه وسحبها وزرع عدسه مكانها. دلوقتي بقينا نستخدم الفيمتو ليزر زي ما احنا اتكلمنا من شويه في تفتيت العدسه، بحيث ان احنا نقدر نحولها اجزاء صغيره صغيره ونقدر نسحبها ونستبدلها برضو بعدسه شفافه. نيجي بقى لحضرتك بعد كده، في بنخش بقى الامراض اللي هي بتصيب الشبكيه. الحقيقه هي نوعين، يا اما امراض تحتاج تدخل جراحي نتيجه تغير في فيلم العين او الشبكيه، زي مثلا قطع في الشبكيه، او نتيجه اصابه، او نتيجه ان العين دي عندها طول نظر عالي جدا، فنقدر ان احنا بنوع معين من الليزر اسمه الارجون ليزر او الليزر الاخضر، ان احنا بما انه ضوء يبقى نقدر ندخل الضوء ده داخل العين، عشان العدسات العين بتفوكس الضوء ده على المكان اللي احنا عايزين نشتغل عليه. فنقدر نعمل زي لحام كده للقطع ده، بحيث ان احنا نعالج هذا الموضوع. مش بس كده، في امراض بقى زي امراض الاوعيه الدمويه، زي امراض السكر، امراض الضغط، انسداد او جلطات في وريد العين، دي برضو حضرتك بنقدر ان احنا نعالج بالليزر مضاعفات هذه الامراض. اللي هو بيحصل ايه؟ بيحصل انسداد في الاوعيه الدمويه الصغيره بتاعت العين، فممكن يحصل رشح من الاوعيه الدمويه سواء دم او سوائل، والليزر يساعدنا ان الجسم يمتص هذه السوائل او الدم.